وانا بتفرج على الفيلم شفت بقى كم المعايشات اللي حصلت او كم المشاركه اللي حصلت، ما اقدرش اقول معنويه، ومن كل رجالتنا في القوات المسلحه للمساعده على نجاح الفيلم. يعني اعتقد ان حضرتك طبعا كنت معايش على مدار الشهور كلها للتصوير، وحضرتك ما كنتش بتروح لشغلك بس، واضح ان حضرتك كنت حابب العمل فبتحضر كله. واضح ان كان بيقول لنا انه كانت الحياه صعبه، عايزين طبعا طبعا وواضح حسام ان في ضرب نار كتير وفي شغل كتير. لا واضح ان رجالتنا من القوات المسلحه ودار الشؤون المعنويه تحديدا كانت مساعدين حضرتك قوي وعملوا معايشات كتير عشان يطلع الفيلم بالشكل ده. هو طبعا في جزء انا ما حضرتوش وهو تدريب طاقم الفيلم على طبيعه الحياه العسكريه، ده تم بين القوات المسلحه وبين الاستاذ شريف عرفه وبين طاقم الممثلين. انا حضرت ايام التصوير نفسها. تمام. مفيش يوم كنا بنصور فيه الا ومعانا حد بقوات مسلحه، مش واحد، مجموعه. يعني انت لو في ضرب نار يبقى يعني في حد من السلاح والذخيره، في الاشراف على الملابس، في حد من الشؤون المعنويه، في طيران، في حد من القوات الجويه موجود. يعني احترام التخصص، ودي ميزه شريف عرفه. طبعا. مع شريف عرفه انت بتشتغل وانت مطمن، ما عندكش اي شك ان هذا العمل هيخرج شكل محترم جدا. فبالتالي سؤال حضرتك لما سالتني تحفظاتي مع شريف عرفه، انا ما عنديش تحفظات. لان هو انسان عنده الوعي الكافي واصبح شبه خبير بالشغل بتاعي. فبالتالي احنا بنكمل بعض وبشرف دايما بالعمل معاه. فبالتالي الحاجه التانيه احب اضيفها انه مفيش حاجه عسكريه الا وكانت عسكريه حقيقيه. يعني التفجيرات، تفجيرات حقيقيه، الدبابات، السيارات، ما كانش في حاجه خشب، ما كانش في حاجه كرتون، ما كانش في حاجه دبان بصريا ضعيفه. لا 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 لا، بالظبط، كان كله شغل حقيقي. الدشمه اللي صورنا فيها هي دشمه حقيقيه، مش ديكور مبني، لا دشمه حقيقيه.